وبركاته، ازيكم؟ النهارده جاي لكم مجموعه من الخطوط هشرح طريقه تحقيق رفعتهم وحجمهم بسيط جدا، 66 ميجا و64.8 ميجا و8.10، يعني حجمهم كويس. يعني اللينكات اهيت، واحد واحد للخطوط العربي واحد للخطوط الانجليزي. هتحمل هتلاقي المنظر ده، ده العربي ده الانجليزي، هنفكهم مع بعض دلوقتي. ده خط العربي اهيت، دي مجموعة خط العربي بره اهيت، وهنا الخط اهوت الصورة ليه، وده الخط نفسه، ده الخط نفسه. باقي الخطوط دي كده بنفس الطريقة اهيت. اي صورة هتلاقيها هتبقى الصورة للخط، تمام. هتدوس عليه كده وهتعمل انستول، نفس الكلام بس دي كانت الخط العربي. هنخش على الخط الانجليش، هنفك برضه الضغط. دي خطوط انجلش اهيت، هي دي معظم الخطوط دي هتلاقيها عندك اساسا، تمام. بس في خطوط مش هتلاقيها، يعني اكيد في خطوط منهم مش هتلاقيها. فانت الخط شوف الخط ولو مش باين شكله هنا، عشان هنا مفيش صور عشان تعمل على بريفيو، لو مفيش لو مش باين هنا شكل الخط ممكن تاخد اسمه وتبحث عنه، شوف الصور اللي عليه الخط منظره ايه بس، تمام. ده كان درس النهاردة، وأتمنى الخطوط تعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله.